ماشي لسه ليا انا خاصني دابا ما عندي لا با لا مينتي لا ولا لا اختي لا والو عايشه بوحدي ودابا خاصني من يعاوني في الكرا وفي المعيشه وانا بركب بوحدي دابا 6 سنين وانا 12 عام وانا هنا بوحدي في زمور انت تشوف فيك الراجل هذا دابا 3 سنين يعني. 3 سنين باش تشوف فيك الراجل عايشه بوحدي ايه شكون لك يجيب لك المونه ايوا معاونين جيراني في الماكله النهار العام يجيبوا لي داكشي يا منا يا منك هاد الناس لا عمر الله كيتسخروا ليا ولا خاصنا عني شي حاجه كيديوني وانا كنمشي للحمام يديوني الحمام معاهم جيراني ولا قرقت نخرج للزنقه دابا ما عادي فين نمشي دابا العيله ماتت ودابا اللي باقي نحيي الله يخليهم لوليدات انا دابا ما كنتش نقدر نمشي مع رجليا مراد ملي صح ايوا نطيب باش ما عطى الله لي كان لي كان شي حاجه نطيبها ناكل قسم الله دابا انا كنخاف مع الكرا دابا قسم من يعاوني و المصروف غلا كلشي غلا دابا عايشه فيه خير ولكن مع الكرا دابا لي شاطني دابا عام تاع ليا وانا كيفساني دابا الكرا 8 شهور هادي الرسالة ديالي محسنين شكون بغيت هما يعاونوني محسنين وبغيت هما يجيو عندي لما تلقاوش يشوفوني وصافي بغيت يعاونوني على الكرا وعاونوني على المصاريف وعيشة بخير ملي كنتغدى وكنصلي كنقول يا ربي يجيب لي الرزيق كنوض الفجر وربي معاوني وراضين عليا والديا وصافي عيشة برضات والديا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.